السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، منحة في دولة من الدول الأوروبية القوية، منحة تعتبر سهلة للتقديم عليها وما فيهاش شروط كتير وممولة بالكامل. تمام، طيب خلينا نتعرف على تفاصيل هذه المنحة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في ألمانيا. الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة ألمانيا. طيب مين الجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي؟ عندنا الجهة المانحة اسمها SBW برلين سكولرشيب، ودي مؤسسة خاصة بتمويل المنح الدراسية وبتساعد كثيرا من الطلاب سواء لاجئين أو طلاب من الدول النامية وما إلى ذلك. تمام، فطبعا مؤسسة معروفة جدا وبتساعد كتير جدا في الدراسة. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة بدون اي تعقيدات. تمام، طيب المنحة دي موجهة لمرحلتين، موجهة لمرحلة البكالوريوس وموجهة لمرحلة الماجستير. يعني لو انت في الثانوية العامة حاليا في اخر سنة او مخلص ثانوية عامة وعايز تدرس بكالوريوس بتقدر تقدم عادي. لو انت مثلا في اخر سنة من البكالوريوس او مخلص بكالوريوس وعايز تدرس ماجستير بتقدر تقدم. لو عايز تدرس بكالوريوس مرة تانية وانت درست سابقا بتقدر، لو ماجستير مرة تانية برضو ما فيش مشكلة، هي متاحة للبكالوريوس والماجستير. تمام كده. طيب بالنسبة للتمويل المقدم في المنحة دي، انت بتاخد اولا راتب شهري 500 يورو. تمام، حوالي 500 يورو او 550 يورو الماكسيمم عشان يكفي لك احتياجاتك الشخصية. تمام كده. كمان بتاخد السكن الجامعي مجانا، إقامة في السكن الجامعي بتكون مجانا مش بتدفع ليها أي تكاليف خالص. بالإضافة كمان رسوم الدراسة كاملة بالمجان، أنت مش بتدفع أي تكاليف خالص لرسوم الدراسة، كل رسوم الدراسة الخاصة بالجامعة اللي هتدرس فيها هتكون على حساب المنحة. كمان تذاكر الطيران من بلدك إلى ألمانيا هتكون مجانا، مش تدفع أي تكاليف لتذاكر الطيران. تعال بقى للحاجة الجميلة جدا والمميزة، إن هيكون في كورس لغة ألمانية أو الإنجليزية قبل الدراسة. يعني إيه؟ يعني هيكون في كورس لغة، حضرتك لو هتدرس باللغة الألمانية هيكون في كورس لغة، لو حابب تدرس تخصص باللغة الإنجليزية هيكون في كورس لغة برضو بتقدر تقدم عليه، والمنحة بتمولك لدراسة كورس اللغة، وبعد لما تدرس كورس اللغة بعد كده بتلتحق بالتخصص اللي انت عايز تقدم عليه. تمام كده. طبعا بالاضافه بقى للمميزات اللي انت بتاخدها عشان تنضم لدوله المانيا، يعني لو انت حصلت على اقامه في المانيا ودراسه في المانيا انت كده بتدرس في دوله من الدول القويه في افضل جامعات العالم. كمان انت بتقدر تخش كل دول الاتحاد الاوروبي مجانا او بدون تاشيره. تمام، لان طبعا دول الاتحاد الاوروبي كلها ممكن التنقل فيها بدون تأشيرة إذا كانت لديك إقامة، فده طبعا حاجة برضو من المميزات للدراسة في ألمانيا. طيب شروط التقديم في المنحة دي، المنحة دي ليها شوية شروط كده. شروط التقديم، أول حاجة مجموعك لا يقل عن 80% في آخر مرحلة دراسية. يعني ما ينفعش تكون جايب 60% 70% الكلام ده، لا، لازم المينيمم أو الحد الأدنى يكون 80%، سواء أنت بتدرس بقى ثانوية عامة حاليا مثلا مجموعك لازم ما يقلش عن 80%، بتدرس بكالوريوس مجموعك برضو ما يقلش عن 80%. تمام كده. كمان يجب ان يكون سنك لا يتعدى 30 عاما، ما يكونش سنك اكتر من 30 سنة. تمام، ده من شروط المنحة برضو. طيب ايه هي الاوراق المطلوبة عشان حضرتك تقدم في المنحة دي؟ الاوراق بسيطة وسهلة جدا. في ابلكيشن المنحة، هتملأ ابلكيشن المنحة جيدا، في ابلكيشن فورم لازم تملاه كويس وتحط فيه كل التفاصيل والبيانات. تاني حاجة لازم تعمل الموتيفيشن ليتر او خطاب النية، تجهزه بشكل كويس، تحط فيه يعني ليه عايز تدرس في المنحة دي والكلام ده كله، التخصص اللي انت عايز تقدم عليه. تمام، تكتب خطاب نية بشكل ممتاز، ممكن تكتبه باللغة الألمانية او اللغة الإنجليزية. كمان مطلوب منك شهادة اخر مؤهل دراسي حصلت عليه. تمام، لو انت بتدرس مثلا في ثانوية عامة في اخر سنة بتقدر تجيب شهادة السنة اللي قبلها، لو انت بكالوريوس في اخر سنة بتقدر تجيب شهادة السنة التي قبلها، لو انت مخلص دراسة خالص بتقدر تجيب شهادة المؤهل الدراسي اللي انت خلصته. تمام، طيب كمان طبعا بقى ممكن بعض الاوراق، لو انت مثلا عندك شهادات كورسات، شهادات تطوع، الحاجات دي كلها ممكن تضيفها بشكل اكبر تزود من فرص قبولك برضو. تمام كده. طيب حضرتك ازاي تقدم للمنحة؟ اولا هو في خطوتين عشان تقدم في المنحة دي، احنا عندنا خطوتين. تمام، لازم تتبع الخطوتين ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، تعمل الخطوة الأولى بعد كده تخش على الخطوة الثانية.
طب ايه الخطوه الاولى عشان تقدم في المنحه دي؟ اولا في فورم اونلاين، مش اونلاين، هو في فورم بي دي اف هنشوفه بعد شويه، تمام؟ فالفورم ده اللي هو ابلكيشن المنحه يجب انك تملاه وترسل كافه الاوراق المطلوبه، اللي هي الاوراق دي الثلاث حاجات دول مطلوبين بشكل الزامي، تمام؟ يبقى هتملا الفورم اللي احنا هنشوفه بعد شويه مع الاوراق دي، وتروح حضرتك باعتها للايميل ده، ده ايميل المنحه، تمام؟ عشان ان انت تقدم طلب في المنحه، وتكتب كده في عنوان الايميل وانت بترسله انك applying for SBW، تمام؟ انك بتقدم لمنحه الاس بي دبليو، تمام؟ اس بي دبليو سكولارشيب هكذا. طيب حضرتك خلصت الخطوه الاولى، بتعمل ايه؟ ثانيا الخطوه الثانيه، المنحه سوف تراجع اوراقك وبياناتك، وبعدها سوف يتم اصدار قائمه المقبولين، تمام؟ المنحه بعد كده هتشوف الاوراق اللي انت بعتها على الايميل هنا، تبدا تراجعها، تقيم الطلب، تمام؟ وبتخش بقى على الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه، اذا تم قبولك في المنحه يجب ان توفر قبول من احد الجامعات، وعند الحصول على قبول من احد الجامعات سوف تتواصل المنحه مع الجامعه وتخبرهم انها سوف تمول دراستك كامله في الجامعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد لما حضرتك بتتقبل في المنحه بيجي لك قبول، خلاص انك كل الامور معاك تمام واتقبلت في المنحه، لازم تبدا تدور على جامعه، تمام؟ وتاخد منها قبول. يعني انت بتقدم لجامعه، والجامعه دي اللي انت هتقدم ليها لازم تكون موجوده في احد المدن دي اللي انا هقولها دلوقتي، برلين او بوستدام، تمام؟ فلازم تقدم لاي جامعه موجوده في مدينه برلين او بوستدام وتاخد منها قبول، لان طبعا انت مش هتقدم في 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 الجامعه دي على اساس انك هتقدم منحه مقدمه من الجامعه، لا، انت هتقدم عادي كانك شخص عادي خالص، هتقدم وتقدم لهم ورقك وانك عايز مثلا تشترك في كورس اللغه، لو حابب تبدا لغه الماني مثلا او لغه انجليزي على حسب التخصص اللي انت هتدرسه، وبعد كده لو الجامعه قبلتك بتروح انت واخد خطاب القبول اللي وصل لك من الجامعه وبتبعته للمنحه، تقوم المنحه متواصله مع الجامعه وتقول لها الطالب ده احنا هنمول له دراسته لانه مقبول معانا في منحه اسمها اس بي دبليو. واضحه كده؟ فدي كل الفكره، تمام؟ طيب بالنسبه للتخصصات والجامعات المتاحه عندنا، زي ما احنا قلنا متاح ليك اختيار اي جامعه موجوده في مدينه برلين او بوستدام، ما ينفعش تختار في اي مدن تانية غير المدينتين دول، وممكن تختار التخصص اللي انت عايزه، لان طبعا انت متاح ليك تختار اي جامعه، فانت شوف الجامعات. يعني مثلا واحد عايز يدرس صيدله، روح شوف الجامعات اللي بتقدم صيدله في مدينه برلين او بوستدام وقدم عليها. عايز تدرس هندسه، روح شوف الجامعات اللي بتقدم تخصص الهندسه في مدينه برلين او بوستدام وقدم عليها. بس دي كل الفكره، فمتاح ليك تختار التخصص اللي انت عايزه، سواء طب بقى، هندسه، صيدله، حقوق، اي تخصصات علميه وادبيه، تمام كده؟ طيب هنا عندنا ملاحظه، المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه او المانيه عند التقديم، حيث ممكن تختار ان تاخذ كورس لغه تحضيري في الجامعه التي تريد الدراسه فيها، تمام؟ ممكن تختار انك عايز كورس لغه تحضيري، وبكده انت بتكون معفي من تقديم شهاده اللغه الانجليزيه او الالمانيه، تمام؟ طيب اخر موعد للتقديم في المنحه دي هو 30 يونيو 2021، ده اخر ميعاد عشان تقدم في المنحه. طبعا لسه قدامنا وقت، مفيش مشكله، ولكن انت تحاول ترتب امورك من دلوقتي وتحاول تنظم كل شيء وكل، طبعا اما بتقدم يعني بشكل اسرع كل ما بيكون افضل، لان المنحه دي تم عرضها السنه اللي فاتت، او مش السنه اللي فاتت، تم عرضها في سنه 2020، تمام؟ وعملنا عنها فيديو في شهر سبتمبر 2020، والمنحة بعد شهر اتلغت، وقفت خلاص لان في طلبات كتيرة وصلت لها. فانت تحاول تقدم بدري عشان المنحة دي بتقفل، تمام؟ حاول انك تقدم بدري شوية في المنحة دي، ما تستناش لاخر بقى يوم في المنحة ولا تستنى لاخر شهر في المنحة، لا، حاول تقدم بدري شوية، تمام كده؟ طيب هنا عندنا ملاحظات، طبعا ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة منحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. في خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي بتقدر تستخدمها في التقديم لأي منحة وفرصة أنت عايزها، وفي خدمة التقديم في الكورسات لتزويد فرص قبولك في المنح، ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارة كل خدمة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأه وإحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب هنا هتلاقي أنا حاطط لك فورم التقديم أو أبلكيشن المنحة، وحاطط الموقع الرسمي للمنحة. تعال نشوف الموقع الرسمي للمنحة، هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي أنا قلتها هنا موجودة في الموقع الرسمي للمنحة، تمام؟ ده الموقع الرسمي للمؤسسة اس بي دبليو برلين، تمام؟ هتلاقي التفاصيل كلها هنا، بشرح لك تفاصيل المنحة انها متاحة لجميع الدول، تمام؟ كل التفاصيل هتلاقي هنا، وبيقول لك هنا الابلكيشن بروسس، البروسس بتمشي ازاي، انك بتقدم الاوراق، بعد كده بيتم الاختيار، بعد كده في مرحلة انترفيو، تمام؟
بعد كده بيجي لك القبول النهائي، بعد كده انت بتحط الاوراق بتاعتك بقى اللي هي القبول بتاع الجامعة والكلام ده كله، تمام؟ فمراحل التقديم خدها خطوة بخطوة والامور مش معقدة. قدم الاول في المنحة، شوف اذا كنت تتقبل ولا لا. لو اتقبلت يبقى انت كده قطعت نص المشوار، 50%. ال 50% التانية بتكون سهلة لانك بتقدم لجامعة، ممكن تقدم لكذا جامعة عشان تحاول تحصل منهم على قبول من احد الجامعات دي، تمام كده؟ طيب خلينا نشوف دلوقتي ابلكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك فورم التقديم. هيفتح معانا فورم التقديم بالشكل ده، تمام؟ انت طبعا ممكن تطبع الفورم ده وتملاه بخط ايدك، ولكن الاحسن انك تملاه على الكمبيوتر، تمام كده؟ يعني تملاه كده على الكمبيوتر هيكون افضل ليك. ولكن في الاخر بعد لما تملاه هيكون في حته اسمها خانه السيجنتشر والامضاء، لازم تمضي عليها بخط الايد. فخلينا دلوقتي نشوف الموضوع خطوه بخطوه. اول حاجه في الملف ده بيطلب منك بياناتك الشخصيه، اسمك، اسم العائله، التفاصيل عنك، حالتك الاجتماعيه، كل التفاصيل دي، عنوانك الحالي، وسائل التواصل معاك، ايميلك، رقم تليفونك، لو عندك طبعا اكونت على الفيسبوك او لينكد ان او تويتر، يعني لو مش دول مش الزاميين، لو عندك يعني، تمام؟ بتحطهم، بتحط صوره شخصيه ليك هنا، بتحط معلومات، اسم والدتك، بياناتها، دوله الاقامه، بتحط بيانات والدك، بتحط بيانات مثلا لو انت عندك اخوات، تمام؟ هنا بيانات المدرسه الثانويه بتاعتك، تمام؟ بتحطها، والتاريخ اللي انت تتخرج فيه او التاريخ المتوقع للتخرج، تمام؟ او لو انت اتخرجت خلاص بتحط تاريخ التخرج. هنا الجامعه اللي انت درست فيها، تمام؟ هنا لا، دي الهايست سكول اللي هي مدرسه الثانويه. هنا لو انت حابب تحط معلومات مثلا معلومات واحد درس مثلا في مدرستين مختلفين، او درس مثلا مرتين في جامعه او حاجه، فانت متاح ليك كذا اوبشن، بتحط هنا وبتحط هنا برضو، تمام؟ هنا بالنسبة للجامعة بتحط المرحلة الجامعية اللي انت بتدرس فيها حاليا او اللي انت خلصتها، تمام؟ هنا شغلك او عملك الحالي، لو انت بتشتغل بتجاوب على الجزئية دي، بتحط العمل الحالي الخاص بيك، لو انت طبعا ما بتشتغلش بتسيب الجزئية دي فاضية. بتختار هنا انت ناوي تقدم على اي تخصص وفي اي مدينة، وايه التاريخ اللي انت عايز تبدأ فيه، وايه التاريخ المتوقع مثلا لتخرجك، تمام؟ ايه التخصص اللي انت عايزه، هكذا بتحط البيانات دي. لو انت المنحه دي كمان متاح فيها انك تقدم فيها على تدريب، لو انت عايز تقدم على تدريب ممكن تقدم على تدريب في شركه عادي وتكتب اسم الشركه، بس لو انت مقدم على منحه دراسيه في جامعه يبقى بتسيب الجزئيه دي فاضيه، تمام؟ هنا بقى اللاست ورك اكسبيرينس اللي هي الخبره العمليه السابقه، لو انت اشتغلت قبل كده في سنين حياتك السابقه بتحط اخر خبره، وبعد كده بالترتيب بقى، لو انت واحد عنده مثلا كذا خبره عمل بحط ادي رقم واحد، ادي رقم اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، هكذا، لو انت عندك خبره واحده بتحطها هنا، لو انت ما عندكش خالص بتسيب الجزئيات دي فاضيه، تمام؟ هنا بقى اسئله مقاليه، بيقول لك ايه اللغات اللي انت بتتقنها، بيقول لك سمعت على المنحه دي ازاي، طبعا دي اسئله مقاليه، سافرت بره قبل كده ولا لا، قدمت للمنحه دي قبل كده ولا لا، ايه هي هواياتك، الكلام ده كله. بيقول لك هل اتطوعت قبل كده في منظمات غير ربحيه مثلا، عملت تطوعيه، كل الاسئله دي انت بقى بتبدا تجاوب عليها، بتجاوب على المقالات دي، تمام؟ في اخر هنا انت بتحط بقى التاريخ بتاع اليوم، بتحط موقعك، دولتك فين حاليا، وبتحط السيجنتشر بتاعتك، امضيتك هنا، تمام كده؟ طيب دي كل التفاصيل. بعد كده هنا بقى بيشرح لك اديشنال دوكيومنتس، بيقول لك بقى ايه يعني الاوراق المطلوبه بشكل رسمي اساسي، تمام؟ يعني الاوراق المطلوبه اللي لازم ترفقها، ودي الاوراق المتاحه، يعني لو عندك خلاص، يعني لو مثلا لو انت كنت مقدم لجامعه قبل كده في المانيا وخدت منها قبول في مدينه برلين او امستردام، ممكن ترفق عادي القبول من دلوقتي، ليه هتستنى تقدم لجامعه تاني؟ ما خلاص انت معاك قبول، يعني في حاجات بتبقى اضافيه لو عندك بتحطها، تمام كده؟ طيب وبيقول لك تبعتها للايميل ده، وبكده يبقى الفورم بتاع المنحه اكتمل. فكده كل التفاصيل شرحناها، منحه ممتازه جدا، مموله بالكامل، راتب شهري، تذاكر طيران، كل حاجه مموله ليك بالكامل، كورس لغه، يعني انت بتاخد كل حاجه بالمجان. فلو حابين تقدموا للمنحه يعني يا ريت، لانها منحه ممتازه، اخر ميعاد 30 يونيو 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق ولابد لكم في هذه المنحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.